الحديد مع رمز الحديد. إسراء. إسراء نعم، مع عندي رمز الحديد اف الحديد. ايه اف ايه طيب اف اي ولا سي يو ولا سي ار؟ لا انسي اف ايه اكيد سي ار الكالسيوم. ايه متأكدة سي ار للكالسيوم مو سي يو. السي يو للنحاس. طيب نشوف الإجابة. أحسنتي يا إسراء، إذن رمز الحديد هو اف اي. ممتاز. طيب لدينا العنصر الآخر، الألمنيوم. ما هو رمز الألمنيوم؟ يا مين بدنا؟ غزالي. سي ال شو إجابة نهائي ولا سؤال تسأليني؟ لا انتي ال صح. أكيد متأكدة من جوابك؟ نعم انتي متأكدة. طيب نشوف الإجابة. طيب أنا عم بقول غلط، أنت شو عم تقولي؟ يا شو يا غزالي؟ لا انسي خلاص اجابي نهائي قائل. طيب لنشوف الإجابة. ممتاز يا غزالي، إجابة رمز العنصر الألمنيوم هي قائل. إذا العناصر الحديد والألمنيوم من الشحنة الموجبة. طيب شو عدد التكافؤ للعناصر الحديد والألمنيوم؟ أسماء الشيخ محمد. ثلاثي التكافؤ. ثلاثي التكافؤ. ثلاثي التكافؤ. أحسنتي يا أسماء. طيب هناك في اختلاف واحد، من يقول لي ما هو الاختلاف عند التكافؤات من إحدى هذه العنصرين الحديد والألمنيوم؟ عبد القادر. أنسي سيرجع هذا السؤال ما سمعتك. في عندي اختلاف أنا بالتكافؤات، إحدى العنصرين إما الحديد أو الألمنيوم، شو هو الاختلاف؟ أنسي ما في اختلاف. أكيد أكيد يا أنسي. أنا حسين. نعم حسين. أنسي الاختلاف بالشحنة، شحن اثنيناتهم شحنتهم موجبة. الألمنيوم شحنته موجبة. مظبوط أنسي، اثنيناتهم موجبة. طيب شو في عندكم اختلاف؟ في حدا بدي يقولنا شو؟ يلا يمنى. أنسي أنا. نعم يا يمنى. أنسي الأقل تكافؤ 3 و2، أما الإف إي تكافؤ بس 3. أكيد. إيه أكيد. دقق على السوا. أنسي الإف إي 3 و2 والأقل 3. مين بيوافق هالرأي ليمنى؟ روان. روان شو تقولي؟ الـ FE 3 و2 ولا الـ AL 3 و2؟ ما بعرف أنسي. طيب عبد القادر. أنسي لا ما بوافق، ما في اختلاف. ما في اختلاف. أنا الحديد هو بياخد تكافؤ إما 2 أو 3. حسنتي يا يمنى، الحديد اللي بياخد التكافؤ إما 2 أو 3 وليس ثابت على 3 فقط، إما 2 أو 3. طيب رح نقيم المنغنيزيوم. ما هو عنصر المنغنيزيوم يا حسين البكور؟ يلا على السريع، إجابة سريعة. هاي كان مسابقة. ام منغنيزيوم. لنرى الإجابة يا عبد يا حسين. بس ممكن صح؟ نعم يا يمنى. خطأ أنسي. أنسي المنغنيز ام ان. المنغنيز ام ان والمغنيزيوم ام جي. ممتاز يا يمنى، إذا المنغنيز ام ان والام جي هي ام جي. المنغنيزيوم
ام جي، المنغنيز ام ان، ما بدنا نخربط. طيب ما هي التكافؤ المنغنيزيوم يا حسين؟ الإجابة إلك، تكافؤ المنغنيزيوم. أنت هلا نعرف المنغنيزيوم هو المنغنيز، المغنيزيوم نحن نعرفه. المنغنيزيوم أو المنغنيزيوم نفس المعنى، بس اللفظ يختلف شوي. تكافؤ اثنين أنسي. تكافؤ اثنين، أحسنت يا حسين. العنصر الألمنيوم يا عبد القادر علوش. عبد القادر علوش شو هنصير؟ بس رجعي للسؤال، ما أسمعك. الألمنيوم، ما هو رمز الألمنيوم؟ رمز هنصير رمز الألمنيوم آل. آل، أحسنت يا عبد القادر. ما تكافؤه يا عبد القادر؟ هنصير ثلاثة. إجابة نهائي؟ نعم هنصير. طيب لنرى الإجابة. ثلاثة، أحسنت يا عبد القادر. عبد القادر طالب، سؤال إلك. رمز الكلور سي إل. سي إل، طيب نشوف الإجابة. سي إل، أحسنت يا عبد القادر. ما تكافؤ الكلور يا عبد القادر؟ أنت هو سالب الشحنة، تكافؤه واحد. سالب الشحنة، تكافؤه واحد، ممتاز يا عبد القادر. إسراء الضبعان. نعم عن سماعك. الصوديوم، الصوديوم، ما رمز الصوديوم؟ إن آ. إن آ، نشوف الإجابة. أحسنتي يا إسراء. طيب ما تكافؤ الصوديوم؟ أنسي اثنين. غيري، بدلي بدلي غيري. أنسي صوديوم واحد. إجابة نهائي؟ نهائي. طيب نشوف الإجابة. خلاص واحد. طلعت واحد، أحسنت يا إسراء. مريم، مريم قيراطة. عندنا رمز O، شو اسم العنصر للرمز O؟ مريم، هل زلتي معنا؟ شو اسمه؟ شو اسم العنصر للرمز O يا مريم؟ الأكسجين. الأكسجين، أحسنتي. ما تكافؤ الأكسجين يا مريم؟ مريم، نعم، ما تكافؤ الأكسجين؟ تتكافؤ اثنين. اثنين، أحسنتي يا مريم، ممتاز. طيب لدينا العنصر Fe، ما اسم العنصر Fe يا وردي؟ وردة، عنصر الحديد. طيب إجابة نهائية يا وردي؟ نهائي. طيب الحديد يا وردة. طيب يا وردة، ما تكافؤ الحديد؟ ثلاثة. ثلاثة، أحسنتي يا وردة. طيب يا وردي، فينا ناخد الحديد كمان اثنين؟ فينا ناخد تكافؤ الحديد اثنين؟ غزالي، فينا ناخد الحديد بصير اثنين أو ثلاثة؟ سنتم زان، الحديد بصير ممكن اثنين ممكن ثلاثة، رائع جدا، أحسنتم. طيب عنا رمز السي ال، شو اسم العنصر للسي ال يا منور؟ اي معك انسي. طيب شو اسم العنصر سؤال. شو اسم العنصر للرمز سي ال؟ عنصر كلور. كلور، طيب اجابه نهائي كلور انسي. طيب انا كنت لا انسي كلور ولا لودالين؟ أنا سعيد السؤال غير ومبدأ. ليش؟ لأنه جاوب عليه. طيب
بما انه اخذ عبد القادر، يا عبد القادر شو اسم لك انت السؤال اللي بعده؟ عبد القادر شو اسم اسم العنصر الرمزي ال؟ عنصر كلور. طيب كلور احسن. او طلع معنا فضه صح، فضه. أنسي بس سؤال. تفضلي أنسي. يا أنسي صار له 8 دقايق خالص درسنا وعنا درس رياضيات بعد. يلا بس سؤال آخر. طيب السي ال هو فضة ولا كلور؟ أنا طلع عندي كلور فضة صح؟ لا أنسي كلور. أنسي فضة. لا أنسي غلط. شو لك كان صح؟ أنت الإجابة غلط. أنت لحظة الإجابة غلط. هو الكلور. أنت مو الكلور. أنت لحظة شوي. كلور. كلور غلط. أنت الكلوريد. ليش كلوريد؟ أنت لأن رمزه سي ال. وعندنا هون كل الرموز ما في كلوريد. هاي لما من صيغة بالمركب بصير عندي كلوريد. بس هلا إحنا ساعتنا بالأسماء الرموز. ناصر أنسي هدول رموز مو إنه مركبات، عم تحكي بالمركبات هي. تمام أحسنتم. زين كلوريد نستخدمه بالمركبات، بس علق عنا كلور نستخدمه بالاسم العنصر فقط. الإجابة صحيحة بالنسبة لرمز السي إل هو الكلور وليس الفضة. عملنا لكم اختبار وقعنا لكم بالفخ. طيب أنا رمز أنسي شلون هيك السي إل فضة؟ احنا عملنا لكم اياها فخ لنشوف صحيانين معنا ولا لا. طيب الكا كا يا البوتاسيوم. البوتاسيوم انسي خطا. بوتاسيوم ولا الكالسيوم؟ بوتاسيوم. بوتاسيوم احسنتم. ايضا وقعناكم فخ ثاني. اذا البوتاسيوم أحسنتم، رائع. إذن الكا رمز البوتاسيوم وليس الكالسيوم، والسي ال أيضا رمز الكلور وليس الفضة. أحسنتم.